السلام عليكم، محدثكم عبد الله العتيبي من بريطانيا، تحديدا مانشستر. طالب جامعي وتنقصني اللغة الإنجليزية وحاب أتعلمها، ولا أعرف كيف أطلع وش أسوي بالضبط لأني ما قد طلعت. ودلني أحد الأصدقاء على مكتب رحلة التعليم، والله يعطيهم العافية، ما قصروا معي بشيء. اللي سويته بس إني تواصلت معهم وقلت إني أبي أطلع أتعلم اللغة في بريطانيا، وما قصر عبد الإله الأغلط الله يعطيه العافية، نسق لي الأمور من إلى من من معهد، من عائلة، من فيزا، من حتى التذكرة الله يعافيه، ما قصر معي بشيء، ومعي أول بأول والله يعطيه العافية. حتى إلى الآن يتواصل معي، لي تقريبا الآن 20 يوم في مانشستر في معهد بريطانيا إنجليش أكاديمي.